سبعة فنانين من أصول عربية وفلسطينية قدموا من الولايات المتحدة الأمريكية لينقلوا لنا صورة الواقع بطريقة ساخرة وبناءة عبر مهرجان ألف ضحكة وضحكة في نابلس، ليثبتوا للعالم أن الفلسطيني محب للضحك والحياة رغم منغصات المحتل وقتله لكل أشكال العيش البسيط. هذا أول مهرجانكم للستاند اب كوميدي بفلسطين، كل الفنانين أمريكان من أصول عربي، وهي السنة بالذات من أصول فلسطينية، جايين على فلسطين، الأغلبية جايين على فلسطين لأول مرة. عم نعرض عشان لسببين، إنه نورجي العالم إنه الشعب الفلسطيني بحب الحياة وبحب يضحك وبحب الفن، وكمان نورجي الفلسطينيين اللي عايشين هون في البلد إنه إحنا كعرب كفلسطينيين عايشين بأمريكا ما نسيناش فلسطين ولا القضية ولا تراثنا ولا تاريخنا. السهل الممتنع، الوصف الأكثر دقة للنقد الساخر الذي يتأرجح بين الخفة والعفوية والذكاء دون أن يسقط في وحل التهريج والتسطيح والفهلوة. احنا منجيب كوميديانز أصول عربية من أمريكا، منجيبهم كل سنة على فلسطين عشان يعملوا عروض كوميدية. هاي السنة كلهم الأصول تاعتهم فلسطينية. الهدف من المهرجان إنه أول إشي نخلي هدول الكوميديانز لما يجوا هنا، لأنه في منهم أول مرة بيجوا على فلسطين، إنهم يشوفوا كيف الحياة هنا، يشوفوا كيف يكتسبوا خبرات ويستوعبوا كيف الحياة هنا مع الشعب الفلسطيني، عشان لما يطلعوا على أمريكا لما يعملوا عروض أمريكا قدام الأجانب إنهم يعطوهم الفكرة الصح عن الشعب الفلسطيني، إنه إحنا شعب بنحب نعيش، بنحب نضحك، بنحب الحياة، مش زي الصورة السيئة اللي بيحبوا دائما يرسمون إياها للأسف. المفارقة الهزلية تجلت في العروض التي قدمها الفنانون على خشبة المسرح، محاولين تسليط الضوء على كافة المعيقات التي يصطدم بها المواطنون والمتمثلة أولا بالاحتلال، ويلحق بها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الشائك. العرض كان كتير حلو، بيخليك تضحكي في الوقت يلي احنا فيه عم نعاني في فلسطين، فمش كل اشي بيفرجيك يا انه دراما في الحياة، في وقت لتضحكي بالرغم من كل اشي منعيشه. العرض كان ممتاز، كتير حلو، اول عرض ستاند اب كوميدي يعني بشوفه، كتير مبسوط انه يعني الباب انفتح لهي الامور، لانه هو مش بس عرض ستاند اب كوميدي انه الناس تيجي تضحكوا بس، يعني لا، هو عرض كتير قصص من واقعنا يعني طبعا بس بطريقة مختلفة. يعني نوعين ومشكلين، عامر زاهر كان بالنسبة لي احلى اشي يعني هو فيهم، هو اكثر اشي نكت مختلفة منوعة، كان يخلطوا بحياتهم بامريكا وحياتهم هون، كيف عيشوا كيف تغيروا كيف كذا، كيف لما اجوا بالسفر كيف طريقهم كيف كانت هذا، وبفضل انه نصير يعني دائما نعمل هيك اكثر، مش بس رام الله وخليل وبيت لحم، يكون عندنا بنابلس دائما، يعني نصير دائما نصير نعمل هون حفلات. اليوم باتت السخرية هي ملاذ الشعوب الأخير التي يتسلح بعضها بسلاح السخرية في مواجهة الأعباء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يكسرون عبرها هالة السلطة ويوصلون الرسالة بشكل أسرع وأوجع.